مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم معنا في بانوراما. دعونا نتناول اليوم ظاهرة صناعة المخدرات في أفغانستان التي ازدهرت بشكل استثنائي خلال السنوات العشر الماضية. أفلا تعتبر الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف الناتو المخدرات تهديدا حقيقيا؟ ما مآل المكنة التجارية للمخدرات الأفغانية وفروع تسويقها في حال انسحبت القوات الدولية من البلاد؟ هل روسيا وبالتعاون مع دول آسيا الوسطى وباكستان وإيران مثلا قادرة على التصدي لخطر المخدرات الآتية من أفغانستان؟ رغم مرور 10 سنوات على تواجد قوات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة في أفغانستان، لا تزال هذه البلاد تحتل موقع الريادة العالمية في إنتاج وتهريب الهيروين أخطر المخدرات. فخلال هذه الفترة ازداد إنتاج الهيروين في أفغانستان قرابة 40 مرة، كما بلغ عدد الموتى من مستهلكيه في العالم 1 مليون شخص بالتمام والكمال. الهيروين الأفغاني يصل في الواقع إلى كل الأنحاء بما فيها العالم العربي، الذي يوجد فيه بحسب معلومات الأمم المتحدة قرابة 500,000 مدمن على تعاطي المخدرات. وقد بات إنتاج المخدرات مكونا هاما من مكونات الاقتصاد الأفغاني، فيما غدت عائدات تجارة المخدرات المصدر الأساسي لتمويل المقاتلين الأفغان. ورغم ذلك لا يتجاوز عدد العمليات الكبيرة ضد منتجي المخدرات في أفغانستان أصابع اليد الواحدة، فيما يصرح قادة حلف الناتو بأن مكافحة تهريب المخدرات لا تندرج ضمن صلاحياتهم. وإلى ذلك يتحدث البعض عن ذريعة وتبرير لما يسمونه بغياب البديل عن صناعة المخدرات، زاعمين بأن إتلافها يقوض نهائيا الاقتصاد الأفغاني المتداعي أصلا، ما يثير غضب السكان الموالين أيضا. ونظرا لتطورات الموقف هذه، يبدو مفهوما تماما قلق روسيا التي يمر عبر أراضيها قسم كبير من الهيروين المهرب من أفغانستان إلى الخارج، وتعتبر روسيا هذا الأمر تهديدا مباشرا لأمنها الوطني، ولذا تسعى إلى تنظيم مكافحة تهريب الهيروين الأفغاني بالاشتراك مع جيرانها الجنوبيين بما في ذلك دول آسيا الوسطى وإيران. إلا أن الدعوة التي توجهها موسكو إلى الشركاء الغربيين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة لتوحيد الجهود في مكافحة تهريب المخدرات الأفغانية لا تحظى بالتفهم المطلوب إلى يومنا هذا. فلماذا؟ إذن مشاهدينا، ملف المخدرات في أفغانستان وتداعياته بما في ذلك بالنسبة لروسيا وغيرها من الدول في منطقة آسيا الوسطى تحديدا، نتحدث عن هذا الموضوع مع فلاديسلاف شوريغين الكاتب العسكري ورئيس تحرير مجلة جنود روسيا، والدكتور يوري نوف رئيس حركة التنمية الاجتماعية الروسية. أهلا ومرحبا بكم. مرحبا. إذن دكتور يوري، هل يتغاضى الأمريكيون وكذلك الأوروبيون عن قضية المخدرات في أفغانستان أم لا؟ للأمريكيين حقيقة مصالح أخرى، هم يحتاجون أفغانستان كقاعدة انطلاق حربية استراتيجية وميدان تدريب جيوسياسي، لذلك هم لا يشاءون أن يفقدوا هناك حتى جنديا واحدا في مكافحة إنتاج المخدرات. عام 2003 أصدرت مؤسسة كاتون، المصنع الفكري الريادي الأمريكي، أصدرت تقريرا خاصا حول أنه على الأمريكيين أن يكافحوا الإرهاب فقط دون التعرض أبدا لإنتاج المخدرات، لأن هذا الأمر ليس من شأن الولايات المتحدة. هذا يؤكد أنهم لا يريدون أن ينفقوا أي جهودا على هذا الأمر. لكن دكتور، كيف يتعاطون مع هذه المسألة علما بأن المخدرات أو بالأحرى تجارة المخدرات وصناعة المخدرات تغذي اقتصاديا حركة طالبان وتغذي وتمول عمليات عسكرية ومقاتلي طالبان؟ فاضرب المخدرات فتهزم حركة طالبان، أليس كذلك؟
في الحقيقة ما تحصل عليه طالبان من المخدرات سنويا يقارب 200 مليون دولار، إلا أن إجمالية دخل الجماعات الإجرامية الدولية من تجارة المخدرات 55 مليار دولار، لذلك فليس طالبان من لها أكبر مصلحة في إنتاج المخدرات. لكن ألا تحصل طالبان على قسم من هذه المبالغ على الأقل 200 مليون دولار؟ نعم، ولكن هذا لا يشكل أهمية للولايات المتحدة، لا سيما وأن الأمريكيين في السنوات الثلاث الماضية يجرون مفاوضات مكثفة مع طالبان ويريدون أن يستبدلوا السلطة المعادية لطالبان بسلطة طالبان. أمريكا تحتاج للإمكانيات اللوجستية الشبكية التحتية والقواعد العسكرية، وذلك لمراقبة روسيا والصين وإيران. طيب، إذن فلاديسلاف، كيف تنظر أنت إلى هذه المفارقة بين هذا الرابط بين الاقتصاد، اقتصاد المخدرات إن صح التعبير، وقوة طالبان ميدانيا وعسكريا؟ لماذا لا تحارب أو لماذا لا يحارب الأمريكيون هذه المسألة، بينما وكأنهم يهتمون بإلحاق هزيمة بطالبان؟ القول أن طالبان تعتمد على المخدرات في تمويلها قول غير دقيق، فتجارة المخدرات في تمويل الحركة تشكل جزءا صغيرا، ذلك لأن الحركة لا تستطيع أن تقوم علنا بزراعة الخشخاش على أراضي أفغانستان، فحتى المناطق التي فيها وجود قوي للحركة فهذا الوجود يكون ليلا وليس دائما، أما المناطق التي تسيطر عليها بشكل كامل فليس فيها زراعة واسعة. وعلينا إدراك أن المشكلة الأساسية للأمريكيين هي أن المخدرات تعتبر العنصر المغذي الوحيد للسلطة الموالية لهم والتي أوجدوها هم ونصبوها. فإذا عدنا للتاريخ القريب نجد أن الأمريكيين في حربهم على طالبان راهنوا بشكل أساسي على التحالف الشمالي. هذا التحالف الشمالي قد تأسس وتطور أصلا بفضل تجارة المخدرات الواسعة منذ أيام الاتحاد السوفيتي، وحتى بعد أن أزيح طالبان القادة الميدانيون للتحالف الشمالي بعد الحصول على مناصب حكام الولايات والتوزع على المناطق والأقاليم أصبحوا هم أمراء المخدرات في البلاد. لذلك فمكافحة الأمريكيين للمخدرات اليوم ستعني تقويض السلطة المترنحة أصلا التي يدعمونها ويؤيدونها في أفغانستان. لكن فلاديسلاف، أنت تحمل الحكومة في كابول مسؤولية تفاقم هذه المشكلة؟ فربما طبعا أحملها المسؤولية كاملة، فقد تضاعف تيار المخدرات 40 مرة بعد وصول هؤلاء إلى السلطة. لكن أنت تقول أن الحكومة أو بالأحرى يعني المحافظون في المحافظات متورطون مباشرة في هذه التجارة؟ دون أي شك، هؤلاء هم زعماء عائلات مافيا تجارة المخدرات الكبرى. كما أنه إذا ما نظرنا إلى ذلك الإنتاج الصناعي الهائل حاليا نرى أنه ليس مقتصرا على مختبرات صغيرة خاصة بدائية، بل قطاع صناعي جدي، وكل من رأى بعينه شكل ما يصادر من شحنات المخدرات المعبأة والمغلفة بإتقان ورونق يفهم أنها صناعة واسعة. هذا بالإضافة للتأمين اللوجستي ممتاز لعمليات الشحن والنقل وكذلك حراسة هذه الشحنات. فصناعة وتجارة المخدرات الأفغانية باتت اليوم مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة لحكام الولايات والمحافظين في أفغانستان. أنا لا أتحدث عن القيادة العليا للدولة، مع أنه لابد وأن تكون الخيوط واصلة إلى هناك. أظن أن كثيرا من الأمور ستتكشف بعد وقت قصير، فلا أتصور أن المسؤولين الأمريكيين ذاتهم لا يمكن أن يمروا مرور الكرام من جانب مصادر المال الكبرى هذه. هنا نتذكر فضيحة إيران كونتراس عندما كان يذهب الهيروين الإيراني عبر وكالة الاستخبارات الأمريكية لتمويل كونتراس نيكاراغوا. هذا كان في ثمانينيات القرن الماضي، ولا أستبعد أن فضيحة مماثلة قد تشتعل في وقت قريب. لكن دكتور يوري، طبعا جزء كبير أو قسم كبير من هذه المخدرات الأفغانية تأتي إلى روسيا وتقتل البشر هنا في روسيا، لكن أيضا هذه المخدرات يتم تسويقها في أوروبا، ربما طبعا الولايات المتحدة بعيدة عن هذا الموضوع نوعا ما.
يعني معظم هذه المخدرات تتدفق على أوروبا. طب في حلف الناتو أليس هناك قلق يعني من هذا الجانب من لموضوع المخدرات الأفغانية؟ أولا، في السنوات الأربع الماضية ازدادت بشكل كبير كميات الهيروين الأفغاني في أمريكا بحوالي 20 ضعفا. هذا يعني أنها ليست بعيدة، هذا بالرغم من أنه بالمقارنة بالكوكايين هذه الكميات لا تعني شيئا. وأنتم محقون طبعا في اندهاشكم من أن الأوروبيين لا يبدون قلقا من حجم الخسائر من الهيروين الأفغاني بالنسبة لخسائرهم من أرواح جنودهم هناك، فهذه النسبة تقارب 50 ضعفا، فحوالي 12,000 أوروبي يموتون سنويا بسبب الهيروين الأفغاني. أما من يموت من الجنود الأوروبيين في أفغانستان فعددهم أقل 50 مرة. هنا السؤال، عن من يدافع الجنود الأوروبيون هناك؟ هل يدافعون عن أهلهم من الهيروين الأفغاني؟ طبعا لا. وهنا السؤال التالي، إذا ماذا يفعلون هناك؟ هنا تجدر إضافة أن الحكومات الغربية قلقة جدا، فهناك كثير من المطالبات من القيادة الألمانية والبريطانية للحكومة الأمريكية حول هذا الأمر، لأنه في إطار منظومة الانضباط الصارمة داخل الناتو تبقى هذه المطالبات خجولة. فالألمان والأوروبيون عامة يدركون جيدا أن القرار للأمريكيين في نهاية الأمر. دعوني أعترض هنا على نقطة واحدة، فالبريطانيون حسب قرارات مؤتمر اسطنبول عام 2002 يعتبرون مسؤولين في القوات الموجودة في أفغانستان عن مكافحة المخدرات. وأكثر من ذلك، حيث يجري التحضير عمليا ورسميا الآن لرفع دعوى على بريطانيا كونها مسؤولة عن هذا الأمر ولم تقم بأي شيء لعشر سنوات. على سبيل المثال، يجري سنويا في أمريكا الجنوبية إتلاف 70% من مزروعات الكوك التي يستخلص منها الكوكايين. أما في أفغانستان فتدمر فقط 3% من مزروعات الخشخاش، هذا في الوقت الذي لا تتواجد فيه في أمريكا الجنوبية قوات قوامها 150,000 من جنود الناتو. طيب، لكن يعني بالنسبة للعمل الرسمي في هذا الموضوع، هناك عدد لا بأس به من المبادرات من الأطر، مثلا مبادرة آسيا الوسطى لمواجهة المخدرات، هذا البرنامج أطلقته الولايات المتحدة الصيف الماضي. أيضا هناك تنسيق بين الهيئة الفيدرالية الروسية لمكافحة المخدرات ومثيلاتها الأمريكية، الوكالة الفيدرالية الأمريكية لمواجهة المخدرات. هناك أحيانا عمليات، نعم هي محدودة، لكن هناك عمليات مشتركة روسية أمريكية أفغانية. الجيش الأفغاني نفسه يصادر بالتعاون مع قوات التحالف، يصادر حوالي في العام الماضي على ما أعتقد 300 طن من المخدرات، من مختلف أنواع المخدرات صودرة. أيضا هناك تدريب لرجال الشرطة والجيش الأفغاني، الناتو يمدهم بالمعلومات الاستخباراتية، هناك عمل يجري في هذا الموضوع. هذا العمل برأيي موجه للتخلص من المنافسين، فإذا أخذنا حجم الإنتاج العام أي 100,000 طن سنويا حسب هيئة مكافحة المخدرات الدولية، نرى أن 100 طن التي تصادر كنقطة في بحر. وإذا ما رجعنا تلك الأشرطة المنتشرة حول إتلاف المخدرات وتدمير المخابر، فأول ما نلاحظه هو عدم المهنية وضعف المستوى، ما يدل على أن ما يجري هو تدمير منافسين. فأموال المخدرات مغرية جدا، ويحاول العمل في هذه السوق الكثير من الناس بشكل منفرد، وهنا التجار أو المنتجون غير المنخرطين في الجماعات أو المنظمات الكبرى يتعرضون لمكافحة صارمة وقاسية، وكل ما يعرض عن هذا الأمر للعموم ليس إلا عمليات للقضاء ولتطهير السوق من صناع المخدرات البريين كما يقال. فليس ثمة من يريد القيام بعمليات واسعة، لا سيما وأن ابن عم الرئيس قرضاي بذاته الذي قتل قبل فترة كان زعيما لإحدى عائلات أو جماعات كارتيل المخدرات الأفغانية. لذلك فإجراء أي عملية ضده تعني القيام بحملة عسكرية واسعة، فحسب أقل التقديرات هذا الشخص كان يملك أكثر من 300 مصنع. إذن دكتور يوري، هل يمكن اختزال المسألة إلى القضاء على المنافسين في هذا الموضوع؟
للأسف الشديد الزميل محق في كثير مما قاله، ولكن هناك ما هو أسوأ من ذلك، فالمبادرة الأمريكية لمكافحة المخدرات في وسط آسيا تثير كثيرا من الاستغراب وعدم الفهم، ذلك لأنه في أفغانستان ذاتها حيث يرابط 100,000 جندي أمريكي لا يقوم هؤلاء بأي شيء لمكافحة المخدرات. في نفس الوقت يتعطش الأمريكيون لمكافحة تيارات التهريب، أي ليس مكافحة الزراعة والإنتاج في المصدر، بل مكافحة الترانزيت والنقل في دول كطاجكستان وقرغيزيا وكازاخستان وتركمنستان. من هنا يستنتج المراقبون أن الأهم من هذا للأمريكيين ليس اعتراض المخدرات، بل توفير تواجد أمني وعسكري واستخباراتي في هذه الدول. فحسب المبادرة هذه ستشكل مجموعات من الكوماندوس وهيئة مكافحة المخدرات الأمريكية، وكذلك من هيئات عسكرية أخرى واستخبارات، بمشاركة ممثلين من طاجكستان وقرغيزيا وغيرها. لذلك أنا لا أرى في هذه المبادرة سوى نوايا لاختراق دول وسط آسيا. ومن هنا تتباين المواقف، فروسيا تقول دعونا نركز على المصدر الأساسي لإنتاج المخدرات الأفغانية وندمره، وهم يقولون لنا فلنخرج من مساحة لا تتجاوز 130,000 هكتار حيث تزرع المخدرات إلى وسط آسيا الذي تبلغ مساحته 2,000,000 كيلومتر مربع للبحث عن المخدرات وإتلافها والقضاء على تجارتها هناك. لذلك نرى أنه وللأسف لا علاقة أبدا هنا لمكافحة الإرهاب أو غيره بهذا الموضوع. فالأهم بالنسبة للأمريكيين التواجد والتحكم والسيطرة الجيوسياسية على منطقة وسط آسيا بشكل عام، ولا يهم الأمريكيين أي شيء آخر. إذن دكتور يوري، حتى على مستوى عالي جدا، على مستوى سياسي العالي جدا، هناك فريق روسي أمريكي مشترك منبثق عن اللجنة الرئاسية، يعني هذه اللجنة إطار تعاون روسي أمريكي يرأسه الرئيس ميدفيديف والرئيس أوباما من الجانب الأمريكي. فقضية المخدرات مدرجة على جدول أعمال هذا الفريق، إذن هذه الفعاليات كلها مجرد شكليات رسمية أيضا؟ على مدى 3 سنوات منذ تأسيس لجنة أوباما ميدفيديف تقوم روسيا باقتراح مبادرات شهرية. الأخيرة كانت تأسيس خارطة إلكترونية مباشرة لمكافحة إنتاج المخدرات في أفغانستان. طبعا على المستوى المهني يوجد تفهم وتفاهم متبادل، أما على المستوى السياسي فكل هذه الأفكار مرفوضة. طيب سيد فلاديسلاف، الآن دكتور يوري تحدث كثيرا عن التوغل الأمريكي في العسكري الأمريكي في آسيا الوسطى وإقامة مزيد من القواعد العسكرية وغيرها من أشكال التواجد العسكري في المنطقة. مع الاقتراب من مواعيد محتملة ومفترضة حتى الساعة لانسحابات للقوات الأمريكية لقوات الناتو، المحافظات والولايات الأفغانية التي تنتج المخدرات قريبة من تاجيكستان، من إيران، من باكستان، حالما انسحبت أو بدأت القوات بالانسحاب من البلاد، كيف سيتطور المشهد؟ الآن تدور مشاورات نشطة مع طالبان، حيث يحاول الأمريكيون الاجتماع بقيادة الحركة ويفعلون لذلك اتصالاتهم داخل المخابرات الباكستانية. هذا الأمر ليس بتلك السهولة كما حصل في العراق. على الأرجح بالتوازي مع خروج أو إخراج الأمريكيين من أفغانستان ستبدأ عملية تقاسم كبرى. جزء من الأقاليم سيذهب مرة أخرى لنفوذ طالبان، وقد تبقى الحركة على اسمها أي طالبان، أو قد تحمل اسما آخر. الأهم هنا أنه سيكون من أولويات حركة طالبان حرمان التحالف الشمالي من هذه المساعدات المالية. لذلك أتصور أن الطالبان سيقدمون على الحوار، لا سيما إذا ما بدأت التحضيرات لذلك ولتحديد مستقبل أفغانستان. هنا طالبان قد توافق على تقليص كبير لزراعة الأفيون وتغيير تعاملها مع تجارة المخدرات، ولكن هذا الأمر يتطلب منا جهودا كبيرة وعملا دبلوماسيا هائلا. وهنا علينا إدراك أنه إذا ما نظرنا لثلاث أو 4 سنوات قادمة نرى أن أفغانستان ستكون من نموذج عام 2001، أي في الشمال
حيث يقطن الأوزبيك والطاجيك ستبقى سلطة ما بقي من التحالف الشمالي، والبشتون سيبقون في المناطق التي كانوا فيها في السابق. أما مركز البلاد فسيكون بكل تأكيد تحت سلطة طالبان، ولكن بشكلها الجديد، ومعها ستجرى كل المفاوضات. إذن دكتور يوري، الدولة ستكون مفتتة، فيعني إشكالية المخدرات ستزداد يعني تفاقما. لا مجال لتفاقمها أكثر. فاليوم ينتج من 600 إلى 700 طن من الهيروين الصافي، وهذا فوق كل الحدود، وكل العالم لا يستهلك هذه الكميات. هذا أولا. ثانيا، أتفق مع الزميل، فيجب الآن البدء بإجراء حوار روسي بشتوني، ذلك لأن البشتون هم الشعب المؤسس للأمة الأفغانية، وعلينا بدل أن نسيء للعلاقات معهم أن نحسنها ونصلحها. فالاتفاق ممكن حول تقليص إنتاج المخدرات. والنقطة الأهم هنا، من قال لكم أن الأمريكيين سيخرجون من أفغانستان؟ الأمريكيين سيبقون على الأقل في أفغانستان، وسيبقون هناك 20 أو 30 ألف من قواتهم في قواعد عسكرية. قد أنشئت حتى اليوم أكثر من 40 قاعدة ونقطة ارتكاز، الكبرى منها 5 قواعد، وهكذا ستبقى فرقة عسكرية كبيرة هناك. الأمريكيون يحتاجون لنقطة انطلاق عسكرية كبرى في أفغانستان، وكل ما عدا ذلك لا يهمهم. طيب، تقييماتي تختلف شيئا ما، فلا أعتقد أن الأمريكيين سينجحون في البقاء في أفغانستان بسبب خصوصيات هذه الدولة. من الصعب على الأمريكيين إذا ما لم يتمكنوا من مصالحة الباكستانيين أن يحافظوا على قواعدهم. قد تطول هذه العملية، ولكني متأكد من أنهم سيضطرون للخروج في نهاية المطاف. دكتور يوري، كيف تنظر إلى ما يشاع من حين لآخر عن تورط العسكريين الأمريكيين في موضوع المخدرات مباشرة؟ أود التذكير بأنه عام 1972 عندما صرح الرئيس الأمريكي نيكسون عن مكافحة المخدرات لأول مرة، فهو كان يقصد مكافحة الهيروين من فيتنام ولاوس وجنوبي آسيا، أي المخدرات التي أغرقت أمريكا من المثلث الذهبي في فترة حرب فيتنام. آنذاك كانت تلك الفورة في كميات المخدرات كانت مرتبطة بأن الطيران الحربي وطيران الشحن الأمريكي كان يستخدم كصلة وصل بين تجار المخدرات في أمريكا ومنتجيها في المثلث الذهبي. يعني الطائرات الحربية كانت ببساطة تنقل شحنات المخدرات من هذا المثلث الذهبي إلى باقي أنحاء العالم. للأسف هذا صحيح، وأكثر من ذلك، فهناك كثير من المعطيات حول أن الاستخدام الأساسي لم يكن للطيران الحربي بل لشركات طيران خاصة بوكالة الاستخبارات. طب الآن في أفغانستان، الآن لا توجد معطيات تؤكد ذلك، ولكن من الواضح أنه من الغباء ألا تستفيد التنظيمات الإجرامية من هذه الإمكانيات اللوجستية الكابرة. أتصور أن هناك إثباتات غير مباشرة، فعملية شراء الدولة للهيروين أمر مثير للضحك، فهذه عملية تقوم بها الولايات المتحدة سنويا في فترة جني محصول الخشخاش، حيث تفتح نقاط شراء في أفغانستان. يستطيع أي أفغاني أن يسلمها ما لديه من هيروين جاهز أو أفيون خام مقابل مبلغ من المال، قد يكون أقل من سعر السوق السوداء، ومع ذلك يبقى مبلغا كافيا يثير اهتمام الأفغان. ولكن يجب التأكيد هنا على أن هذه الحملات لا تأتي بنتائج كبيرة، ومع ذلك تصرف لها مبالغ هائلة. والسؤال المنطقي هنا، أين يذهبون بما اشتروه من هيروين وأفيون؟ أنا أعتقد أن هذه إحدى الخطط الرمادية التي تستخدم للتغطية على مثل هذه العمليات، كما أنه إذا ما عدنا إلى تقارير الشرطة وهيئات مكافحة المخدرات في أوروبا حول المصادر الأساسية للهيروين، نجد أنها كلها مرتبطة الأمريكية وتواجدها في العالم. أحد أهم المصادر اليوم إقليم كوسوفو،
وتحديدا القاعدة الأمريكية الكبرى هناك التي تمر عبرها رحلات مباشرة من وإلى أفغانستان. هذه القاعدة كالثقب الأسود وسط أوروبا، واليوم ألبانو كوسوفو أصبحوا أكبر عصابات مافيا في أوروبا. ومرة أخرى يمكن هنا رسم مخطط افتراضي من أين تأتي الشحنات وإلى أين تذهب، وحسب تقارير الشرطة الأوروبية كل الخيوط تصل إلى المناطق التي فيها قواعد عسكرية أمريكية كبرى. أشكركم على المشاركة معنا في هذا الحديث على هذه المعلومات والآراء والتحليلات. مشاهدينا، المخدرات في أفغانستان، صناعتها والاتجار بها، كيف تحاول روسيا قدر الإمكان مواجهة هذه المخدرات. نشكر مجددا فلاديسلاف شوريغين الكاتب العسكري ورئيس تحرير مجلة جنود روسيا، والدكتور يوري كروبنوف رئيس حركة التنمية الاجتماعية. شكرا لكم. أشكركم مشاهدين على متابعتكم. لا تنسوا أن آراءكم تصلنا خلال لحظات على panorama@rttv.ru مع أطيب المنح.